بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في المحاضرتين السابقتين عن أنواع الاختصاص الجنائي للقضاء المصري، من حيث الاختصاص النوعي للمحاكم الجنائية المصرية والاختصاص المكاني أو المحلي. اليوم سوف نتكلم عن الاختصاص الشخصي. الأصل أن المحاكم المصرية تختص بكل جريمة تقع من أي شخص مصري أو أجنبي على إقليمها، أيًا كان جنسيته أو صفته أو سنه. ولم يورد المشرع الجنائي تحديدًا لإقليم الدولة، وإن أورد بعض الأحكام التي تساعد على ذلك، ولذا يلزم الرجوع إلى أحكام القانون الدولي العام. ووفقا لقواعد القانون الدولي العام، فإن الإقليم يشمل ثلاثة أجزاء، هي الإقليم الأرضي والإقليم الجوي والإقليم المائي. الإقليم الأرضي ويشمل مساحة اليابس، كما يشمل التي تحدها الحدود السياسية للدولة، ويشمل أيضا ما تحت هذه المساحة من طبقات الأرض. أما الإقليم المائي ويشمل المساحة المائية داخل حدود الدولة. الإقليم المائي ويشمل المساحة المائية داخل حدود الدولة. أما الإقليم الجوي ويشمل الطبقات الهوائية التي تعلو الإقليم الأرضي والإقليم المائي إلى ما لا نهاية في الارتفاع. أما طبقات الجو العليا والأجرام السماوية فإنها لا تخضع لسيادة أي دولة وفقا للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة عام 1966، وهي الاتفاقية المعروفة باتفاقية استغلال واستعمال طبقات الجو العليا. إذن الأصل أن المحاكم المصرية تختص بكل جريمة تقع من أي شخص مصري أو أجنبي على إقليمها، أيًا كان جنسيته أو صفته أو سنه، ولكن القانون استثنى بعض الطوائف فجعل لهم محاكم خاصة لمحاكمتهم عن الجرائم التي يرتكبونها، من ذلك الأحداث ورجال القوات المسلحة ورئيس الجمهورية والوزراء. من حيث اختصاص محكمة الأحداث، تختص محكمة الأحداث بمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها. تختص محكمة الأحداث بمحاكمة الطفل عن الجرائم التي تنسب إليه أيًا كان نوعها، سواء كانت مخالفة أم جنحة أم جناية. وهو اختصاص استئثاري، حيث استعمل المشرع عبارة تختص دون غيره، حيث إن المشرع عندما يقرر بأن هذا القانون يقتصر على محاكمة فئة معينة فإنه يستعمل عبارة تختص دون غيرها، وهو بذلك يكون اختصاصا استئثاريا. ومن ثم فإن قضاء المحكمة العادية بمحاكمة طفل عن جريمة ارتكبها يكون باطلا، ويكون الاختصاص لمحكمة الأحداث فقط دون غيره. طيب، عندنا استثناء محاكمة الأحداث، استثناء محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات. استثناء محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات، وهذا الاستثناء يؤدي إلى أن ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا. وهذه المحكمة الأخيرة وهي محكمة أمن الدولة العليا ملغاة بالقانون رقم 95 لسنة 2003. يبقى تختص محكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يرتكبها الطفل متى جاوز سنه 15 سنة وقت ارتكابه الجريمة، وساهم معه شخص غير طفل أي شخص بالغ، على أساس قيام الارتباط بين الدعوين عن جريمة واحدة وفقا للقاعدة العامة في الارتباط المنصوص عليها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية. إذن الطفل الذي ارتكب جناية وتجاوز سنه 15 سنة وقت ارتكابه الجريمة، وساهم معه في ارتكاب هذه الجريمة أو اشترك معه في ارتكابها شخص غير طفل أي شخص بالغ، ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر هذه الجريمة. حالات الخروج
على قواعد الاختصاص الشخصي لمحكمة الأحداث. تختص محكمة الأحداث بمحاكمة أشخاص ليسوا من الأحداث عن جرائم معينة تمس الأحداث، مثل معاقبة من يهمل في مراقبة الطفل بعد إنذاره مما ترتب عليه تعرضه للانحراف. إذن الأشخاص الذي ليسوا من الأحداث أي أشخاص بالغين في جرائم معينة ممكن محاكمتهم أمام محكمة الأحداث، مثل الجرائم التي تمس الطفل كما في المثال السابق. أيضا هنتكلم عن الاختصاص بجرائم العسكريين. الاختصاص بجرائم العسكريين اختص القانون رقم 25 لسنة 1966 بالمعدل بالقانون 16 لسنة 2007 بإصدار قانون القضاء العسكري العسكريين بمحاكمتين أمام محاكم خاصة. اختص هذا القانون القضاء العسكري العسكريين لمحاكمتين أمام محاكم خاصة عن الجرائم التي يرتكبونها، سواء كانت جرائم ذات طابع عسكري بحت أم جرائم عادية أم جرائم مختلطة. كما اختصوا هذا القانون أي قانون القضاء العسكري هؤلاء الفئة بجهات تحقيق خاصة بهم هي النيابة العسكرية، وشرطة خاصة بهم هي الشرطة العسكرية. إذن العسكريين قانون القضاء العسكري اختصهم بمحاكم خاصة بهم لمحاكمتهم عن الجرائم التي يرتكبونها أيا كانت نوع الجريمة، جريمة عسكرية، جريمة عادية، جريمة مختلطة. كما اختصهم بجهات تحقيق خاصة بهم هي النيابة العسكرية، وشرطة خاصة بهم هي الشرطة العسكرية. ويشترط أن يكون المتهم قائما بالخدمة فعلا وقت ارتكاب الجريمة، حتى ولو خرج من الخدمة بعد ذلك طبقا للمادة 4 من قانون القضاء العسكري. وجدير بالذكر أن المحاكم العسكرية طبقا لقانون القضاء العسكري هذه المحاكم تتنوع إلى 4 أنواع وفقا للتعديل الصادر بالقانون 16 لسنة 2007 والقانون الصادر سنة 2014. هذا القانون أجريت عليه عدة تعديلات سنة 2007 وسنة 2014. هذه المحاكم تتنوع إلى العسكرية تتنوع إلى 4 أنواع: المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح، والمحكمة العسكرية للجنايات. المحكمة العسكرية للطعون ومقرها في مدينة القاهرة ورؤوسها رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاء العسكريين برتبة عقيد على الأقل. وتتكون هذه المحكمة من عدة دوائر، وتصدر الأحكام من هذه المحكمة العسكرية العليا للطعون من 5 قضاة عسكريين. وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام، سواء على العسكريين أو المدنيين. وتسري على هذه المحكمة اللي هي المحكمة العسكرية العليا للطعون القواعد الخاصة بالطعن بالنقد في المواد الجنائية الصادرة بالقانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقد فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أي قانون القضاء العسكري. وتكون أحكام هذه المحكمة باتة دون حاجة لأي إجراء آخر. كما تختص هذه المحكمة بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. إذن المحكمة العسكرية العليا للطعون بتختص بنظر الطعون التي تقدم إليها من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام ضد العسكريين أو المدنيين. المحكمة الثانية وهي محكمة الجنايات، محكمة العسكرية للجنايات
وهذا هو النوع الثاني من المحاكم العسكرية، وتختص بنظر جرائم الجنايات، وتتكون من عدة دوائر، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برتبة عقيد على الأقل، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. النوع الثالث هو المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وتختص بنظر الطعون المقدمة في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح، وتتكون من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين يرؤسها أقدمهم برتبة مقدم على الأقل، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. إذا المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة بتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح. أخيرا المحكمة العسكرية للجنح، وتختص بنظر الجنح والمخالفات التي ترتكب، وتؤلف من عدة دوائر، وتشكل كل دائرة من قاض واحد برتبة رائد على الأقل، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. فيما سبق كانت هذه المحاكم، كانت المحاكم العسكرية تتألف من ثلاثة محاكم فقط، كانت المحكمة العسكرية العليا، والمحكمة العسكرية لها السلطة العليا، والمحكمة العسكرية المركزية. لكن بعد هذا التعديل عام 2007 وعام 2014 أصبحت المحاكم العسكرية أربعة أنواع كما ذكرنا، وهي المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي استثناء الجرائم العادية التي يساهم فيها مدنيون خارج الأماكن العسكرية. استثنت المادة 7 فقرة 2 من قانون القضاء العسكري من الخضوع لهذا القانون العسكريون الذين يرتكبون جرائم غير عسكرية ويساهم فيها مدنيون. استثنت هذه المادة أي شخص خاضع لقانون القضاء العسكري من الخضوع لقانون القضاء العسكري ومحاكمته أمام المحاكم العسكرية، أي شخص عسكري بيرتكب جريمة غير عسكرية ويساهم فيها معه شخص مدني. فهذا الاختصاص بينعقد في هذه الحالة للمحاكم العادية وليس المحاكم العسكرية. والمقصود بهذه الجرائم هي الجرائم التي لم ترتكب بسبب الوظيفة ولم تقع في المعسكرات أو الثكنات. إذن هذا استثناء على قانون القضاء العسكري. اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين عن جرائم عادية. القضاء العسكري بيختص بمحاكمة أي شخص مدني إذا ارتكب جريمة عادية في عدة أحوال. الحالة الأولى يختص القضاء العسكري بمحاكمة المدني إذا ارتكبت الجريمة في المعسكرات أو السكنات أو المؤسسات أو المصانع أو المحلات التي يشغلها العسكريون أينما وجدوا، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع عسكريين. وفي هذه الحالة المشرع اعتد هنا بمكان ارتكاب الجريمة لامتداد اختصاص القضاء العسكري. يبقى أي شخص مدني ارتكب جريمة عادية في المعسكرات أو السكنات أو المحلات أو المؤسسات أو الأماكن التي يشغلها العسكريون أينما وجدوا، سواء بمفرده أو بالاشتراك وبالمساهمة مع شخص عسكري محاكم أمام القضاء العسكري. كما يختص الحالة الثانية، كما يختص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين الذين يرتكبون جرائم على عسكريين وكان ارتكاب الجريمة بسبب يتعلق بوظيفة هذا العسكري. يبقى يختص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة من مدنيين على عسكريين وكان ارتكاب الجريمة بسبب وظائف، وكان ارتكاب الجريمة يتعلق بوظائف. أخيرا يختص القضاء العسكري بالجرائم
الواقعة من المدنيين إذا وقعت على معدات أو مهمات أو أدوات أو آلات أو دفاتر أو سجلات أو أسرار القوات المسلحة. بهذا القدر تنتهي محاضرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.